أكلت العمروتي. انسى بقى السيرة دي يا خميس، ده القانون يا ريس، هو يقول، إنما أنا لأ. وأنت يا سيدي اللي عارفين، بعدين في الآخر كله كان عشان مصلحتك. كله طلع شمال. أولاد الرفضي لو إيه؟ كل الشمال منفد على بعضه. عسل اسود. 95 اللي يشوفك ولا يصليش على حضرة النبي. الله أكبر، الليلة ليلة عيد. قوم يا بنتي اللي شبه دكر البط انت. الله يا اختي، الله أكبر، منورنا ومكترنا والله. ومالك عليا حلفان الود ود، اذبح لك بنت من البنات. ما تعملوا حركة يا ولاية. الله. اتفضل يا فندينا. وانت تعرف العمروت يا مدرن؟ يلا بنروح يا خميس. على جثتي، انما غصب اعمل ما بدالك. انا طول عمري عايش معاك يا غصب، نفسي مره يبقى بمزاجك. انا مش طايق العيشه دي. ده وضع مفروض علينا وانت عارف كده كويس، وانا محرماك على نفسي. مش مقصر يا مطر، مش مقصر. لا انا بعمل كل اللي اقدر عليه عشان اخطر اخويا، لكن زي ما انت شايف الدنيا معايا ملخبطه على الاخر، كلها بتلعبك ابن الكلب بسبع طروح. أنا عارفة إنك مش ناسي دار أخوك، وإنك بتحبه قد ما أنا بحبه. بتحبيه؟ وليها يا مطرة؟ أنا عارف، أنا عارف إنك لسه بتحبي الغريب، بشوفها في عينيكي حتى وإحنا. غصب عني. بالعكس يا مطرة، حبك لغريب هو اللي مخليني لسه باقي عليكي. وكان يعني على حبة النرفزة ولا ايدي اللي بتطول عليكي؟ معلش، دول يدوب حلاوة روح، فالشغل مش اكتر. صباح على خير يا مطرة. Mm-hmm.
خفي يا ابو سنة هتحرقنا. وده ايه ده اصلا ان شاء الله؟ ما تخليكي في حواجبك يا شوق. وانا كنت بنتفهم لمين بقى ان شاء الله؟ طب ادي ام القط وادي المرايه وان شاء الله يطلع حاجب ارفع من حاجب. اما اشوف اخرتها ايه معاك يا ابو سنه النهارده. ايه يا شوق؟ يعني بلاش اخد ودي مع نفسي شويه؟ يا راجل خد مني واديني، معايا البال يروق وترتاح. مش باين لها راحه يا شوق. ليه يا حبيبي؟ فضفض وقول مالك. ماشي فضفض ترتاح نتقاسم، مش هي دي قسمة الحق؟ كل الحكاية ان انا مزاجي مش رايق ليلة شوية بقى. ده كلام يتقال برضو؟ ده انت كده تتضرب في السوق. ده انت المعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. معلم وسيد المعلمين كمان. ولا انت زعلان ان خميس هيطلع معاك الطلعه بتاعت الصعيد؟ يا شو انت من امتى بتدخلي مناخيرك في حاجه تخصنا؟ وبعدين هزعل ليه يعني عشان خميس هيطلع معايا مشوار الصعيد؟ ما في الاخر مصلحه واحده. برضو ما تاخذنيش يا معلم في اللي انا هقوله، بس الصراحه المصلحه فلتت من تحت باطك ونطت في عبء افنديك. شو ده زيت في دقيق ملكش انك انت تخش فيه. وبدل ما انت ماسكه شنيور وعماله تنخوري في نافوخي، قومي طري القعده، اعملي حاجه، ازلي كازتين، هاتي حاجه تشرمي اللي بتلطش وتطري الدماغ دي، ولا نسيتي زمان؟ لا انسى ايه؟ بس احنا في انصاص الليالي يا راجل، عايز تفرج علينا الناس؟ هي طلبت بقى، طلبت للمعلم صاحب توكيل المزاج في البر كله. قوم يا بيت. حاضر هقوم، بس بالراحة عليا جسمي بيعلم. ما يعلم، مش أنا المعلم؟ ها؟ لازم أعلم. قوم يا بيت، قومي.